ومعنا هاتفيا من الدوحة المعارض السوري والمستقل خليل مقداد. مرحبا بك يا سيد خليل. إذا مبعوث الأممي بيدرسون يكثف جهوده للتوصل إلى قائمة نهائية لأعضاء اللجنة الدستورية، ماذا يعني اكتمال هذه اللجنة وما الضامن لنجاحها؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم الأستاذ المشاهدين والمستمعين الكرام. يا سيدي الكريم، يعني نحن منذ بداية الثورة ومنذ جنيف واحد إلى الآن وأسيتانا وسوتي لا نسمع إلا حلول واتفاقات ومفاوضات، وفي النهاية تم تسليم السلاح والأرض وانحصرت رقعة الأرض المحررة في أرياف حماة وإدلب، والنظام يشن حملة. يعني هذه المفاوضات التي لم تشهد أي تأثير على الوضع على الأرض أو لم تقم بالتأثير على الوضع على الأرض، لدينا 600 شهيد منذ الشهر الرابع ولدينا أكثر من 3000 جريح، بينما هؤلاء المفاوضون لا يزالون يسوفون ويماطلون ويشرعنون للنظام كل جرائمه. يعني الآن نحن أمام وعود بأن يتم الاتفاق على اللجنة الدستورية. اللجنة الدستورية 150 عضوا. أنا برأيي هذه اللجنة الدستورية لا يمثل الشعب السوري والثورة السورية منها أحد، لأنهم يعني حتى المعارضة حتى وفد المفاوضات تم اختياره في الرياض 2، الذي قام بالاختيار هو خالد المحاميد، وهو طبعا معروف توجهاته الروسية والإماراتية. وبالتالي هذه الهيئة، هيئة المفاوضات، لا تمثل الثورة وإنما تمثل النظام. إذن ولكن أمام بالرغم من ذلك، عفوا سيد خليل، فإن نظام الأسد يبدو أنه يتبع أسلوب المراوغة للهروب من الحل المنشود الذي يرضاه السوريون. هل تتوقع أن نظام الأسد يسعى فعلا إلى حل سياسي، وما الضامن لالتزام النظام بذلك؟ يا سيدي، أنا برأيي الآن ربما تكون روسيا قد وصلت إلى قناعة بأنها أمام معضلة حقيقية في أرياف حماة وإدلب وريف واللاذقية. نحن أمام صمود أسطوري وأمام تمرد حقيقي حصل قبل أيام لم يلقي له البعض يعني اهتماما كافيا، عندما توحدت بضع سرايا وفصائل لا يتجاوز عدد عناصرها 250 شخصا، وفتحت معركة استطاعت خلالها أن تستولي على 7 تلال في جبال التركمان خلال ساعات قليلة، ثم انسحبت بعد أن قتلت منهم حوالي 100 شخص وغنمت ثقيل ومتوسط وخفيف. وهذه ربما مؤشر خطير على المأزق الذي يعني تعانيه روسيا ونظام الأسد، إضافة إلى أن هناك يبدو توجه من قبل إيران وغيرها لتوريط روسيا. ربما هذا يدخل في باب المحاصصة، لأن الجميع أمريكا وروسيا حاولوا استبعاد إيران من حصة من الكعكة السورية. أمريكا أيضا لها يعني اهتمامات بأن تورط روسيا أكثر وأكثر بكي تستخدمها وبالتالي تخرجها من المولد بلا حمص كما يقال. نحن أمام واقع الآن. الأرض هي من يقرر، الأرض هي من يقرر، ليس في جنيف ولا في أسيتانا ولا في اسطنبول ولا في غيرها. الأرض الصمود الأسطوري الذي يبديه المقاتلون رغم أنهم لم يختبروا بعد جديا حتى الآن. لدينا ما بين 60 و100 ألف مقاتل موزعون على هذه الأرياف، وهناك جبهات أخرى مرشحة لأن تفتح، إضافة إلى الصداع المزمن الذي يسببه تنظيم الدولة الذي تحول لأشباح تظهر وتختفي دون أن يعلم بها أحد. طيب، وتنفذ عمليات نوعية وإغارات من هذا النوع. لذلك في الجانب الآخر يحاولون سيد خليل، عفوا، في الجانب الآخر السياسي، يعني المطالبة بدستور يقلص صلاحيات الرئيس ويؤسس لنظام شبه برلماني، هل تلبي هذه الأمور طموحات الثورة أو أدنى سقف منها؟ أنا قراءتي يا سيدي لهذا الأمر قلته وأكرره الآن على منبركم الكريم. كنا أمام حكم أقلوي طائفي واحد. نحن الآن مقبلون، إن نجحت التسوية وتم الاتفاق، نحن مقبلون على حكم أقليات. كنا بحكم أقلية واحدة والآن سنصبح تحت حكم أقليات، وهذا ما يؤشر إليه أيضا طلب نصر الحريري، هذا الرجل الأفاك، مستشارين من كافة الاختصاصات هم يحضرون للعودة والانصهار بالنظام. وروسيا حاولت أن تضغط على النظام ليقدم تنازلات شكلية فقط من أجل
المعارضة ليس إلا من أجل تسويف وتسويغ عودة ما يسمى معارضة ولجهة قبولها بما سيملى عليها، لأن هؤلاء هم من سوف وهم من منذ البداية، يعني حتى هذا العريض الذي يخرج علينا كل يوم الآخر يعني يسوف للنظام منذ جنيف 2 وحتى الآن، وهو يعني جعل الدنيا وردية وصبغها بلون وردي وقدم الوعود وكل مرة يخرج ليسوف للنظام جرائمه، واليوم يعني نحن أمام مسرحية هزلية جديدة لا لنا فيها ناقة ولا جمل. نعم، أشكرك شكرا جزيلا. من الدوحة المعرض السوري المستقل خليل مقداد.